يسجل ان شرب من تيمي طاي موتي ام موتن اذ بي بيمور اخون اتيتي نستيه خنتمات اوينن او صوم خنتمات اراب انت بي جن ميسي خن او تاقب او بي كي اهلي اتاي اير اوسيو افشيو ناف شاشفن ان شاشف خن كيمي اي تشيشو او ام موتن تونا اي تيماتي امشو اشو بيني موتين ان كيسو اي او كيسا تي مي اي اوون هي ايبل ان تامت نا ايف امي كان صابي هوب ان كوب يا بي جين تاشي ايري ان تيتن سوني فيرت اتاس ايف هنا اس اربسوبتي اني اوش خابي تيتلوس مارين ساجي اتاس تي اس بو ام او نوتين تسوون خن او تاجرو جي امونن ان اريتين شي هيو ايفل ايفل ام او اتي ايفل ني اوش الله اريتين انوني ام او هون تمتعت بها أيضا إذ بفاي تيوش خابتين أماهي بتين أماهي أماهي سلطة أو مقدرة أو فأيوز خابتين أماهي يعني عن إذنكم أو بعد إذن أو on your behalf أنت شبه مت انتين تسوني فيرت أو خن بسي يورو في نفس الوقت تن توب هي أموس إن تس إرش فير تن بيجين تي إذ بو نطلب منها إنها تشترك إرش فير خن بيجين تي إذ بو بالتدريس خا إبس بوك إبس بوك يعني قليل يعني خا إبس بوك بمعنى أتليست على الأقل إن أصاب إن أبوت نيفين أريو إن هو إم فاي ربما أكتر من كده يعني كده حاجة شوية مقدمة أرجو إن نقدر نرسلها لكم وتقدروا تصلحوا ولا تضيفوا إليها وعاوز أطلع من هنا عشان نبتدي الدرس فنكتب ستوب شير لا سوري ستوب شير وبعد كده نكتب من جديد شير سكرين اوكي رايت تتين صبتي انتين مون ايبل جاهزين عشان نكمل اوكي قطع تتين سؤون ان ارهيتس بيوش خا نيرا الافعال كان بيتسيني ما هو بيشرب انت البيرفكت تنس الفيرست بيرفكت تنس واخذنا الباست امبيرفكت كونتينيوس تنس وانفقوت الناتشي السكند بيرفكت تنس and look at the sequence of the verbs in the past. شوف ترتيبات الأفعال في الماضي ومارن هيتس نيم انتين اري اور اربتاستو نراجع الجمل ني جين صاجي كجملة أو فايتن تشي شمسي اللي بنستخدمها الميني فافنيب ماجد انهمت مارك اوش ان بي اني شومت ان جين صاج ثلاث جمل الاولانيين افنيب ماجد سي
ممتاز. خين أوتيماتي، تيماتي كتاتتين سؤون، تيماتي بتيجي بتستخدم بمعنى القبول، وبتستخدم برضو بمعنى السرور. فاكرين هذا وابن الحبيب الذي به سررت، يعني acceptance pleasure there is an element of agreeability بالسرور أو بالقبول. خين أوتيماتي لما نوافق على حاجة بنقول خين تيتي ماتي نيمات مثلا، تيتي ماتي نيمات يعني أنا موافق معك. وبتعني السرور خين أوتي ماتي بالسرور أو بالقبول. خين أوراناف معنى قريب شوية برضو في القبول الشيء أو الرضا بالعربي، أو ممكن بدل أوراناف نيفين بكل قبول يعني with full acceptance. Alright, أوه من انسوس تيسوني دميانا ماري أوش النايجين ساجي. وجاي خين وجاي وجاي خين بشويس ومي ميم وهيريني. شبهة مشهور، أوغاي بتعني سلام أو سلامة. كان في بحث research about the word equivalent to إيريني. You know, إيريني is of Greek origin but it's very commonly used in Coptic. فهنا أوغاي فيها معنى السلام أو السلامة أو المعافاة أو being well. فبنستخدمها طبعا كتير بمعنى باي أو هالو أو لا سوري اوجاي يعني باي باي يعني. فبنرد عليها كما يعني ازينو، في ناس يقولوا خين او اوجاي بي يعني ليترالي بي سلامه، او اوجاي سنجل انديفينيت ارتكل او اوجاي يعني سلامه. وممكن واحد بيقولها بالكريستيان واي اوجاي ثين تشويس. ممكن بنحيي بعض بال اوماي نيم او هيريني او اوهيريني نيم اوماي. وبعدين the last two sentences ماركوس انهمت انهمت يعني بليز اريهمت يعني تفضل. ماركوس اوكي بيسوني رامي بيسون رامي اما باسوني سلوى شوبسكي لو هي موجودة. في ناس كتير مش موجودين. بيسون عماد خن او تاجرو خن او توغو خن او تاجرو خن أوتوغو خن أوتاجرو خن أوتوغو بنقولها usually هنيا after somebody had a drink or food. خن أوتوغو بالهنا يعني أو بالصحة أو صحتين زي ما بيقولوا اللبنانيين. خن أوتاجرو في حاجات كتيرة، خن أومث مي خن أوتاجرو بالتأكيد، خن أومث مي بالحق وهكذا. خن أو تستخدم في حاجات كتيرة. Right. نبص دلوقتي للسكند بيرفكت تنس ان ذا باست او ذا باست سكند بيرفكت تنس، ونشوف هاو ذا فيربس كان بي ان ذا باست، كان ذا سيكونس ذي كان بي ارينجد. عندنا we have got a common part in the تسبيح and the prayers اللي هي أو صلاة الشكر. أشفق علينا أشفق وأتى وخلص. أشفق أشفق had pity أتى came and saved. ف we can find them coming one after the other like
talking about our Lord Jesus, of course. Of Shenhik, of E, Owo, of Sudi. So there are many ways to arrange the verbs. I can say O of Shenhik, Owo of E, Owo of Sudi. You can just say of Shenhik, of E, and then Owo of Sudi. It's obvious from this arrangement that he had a pity first, and then he came, and then he saved us. We are familiar with this kind of arrangements. As most of you know as well, we can add it to the subject pronouns of the simple past. نزود it على ضمائر الفاعل بتاع الماضي البسيط أو الماضي الأول. عارفين الماضي الأول اللي احنا عمالين نكرر فيه I, أك, أري, أف, أس, أن, أريتين, etc. So we can add it to this conjugation and end with إتاي, إتاك, إتاري. We are going to repeat them again. To give the meaning of when something happened, then something else follows it. فالarrangements هنا هو مثلا نقول ماركوس إطاف إي أي راشي. So here the first verb إي to come, إطاف إي means when he came, or even without saying when, but it implies when. That's the first verb to come, when he came. What happened? I, Rashi. This is the second verb in the simple past. Or first perfect past. It's common to have two verbs, one showing an action that happened first, and then is followed by another verb in the past that for the action that happened later. Marcos etaf e ayrash. Most of the time, instead of saying a sentence, a nominal starting with the noun, Marcos etaf e, we put etaf e first. That is, we are making it a verbal sentence, etaf e, and once it started with the verb, then you know that we use ing, and then the subject, which is Marcos, comes later. Etaf e, ng, Marcos. It appeals more to the hearing. Etaf e, ng, Marcos, I, Rashi. So the conjugation of the verb in the second perfect past, starting with eight, it goes like etai, etak, etare, etaf, etas, etan, etareten, etaf. So in the church we hear abuna starting in the holy mass, etaf shepehmot, when he gave thanks. Etaf shepehmot, shepehmot as a verb to give thanks or thanks. Etaf shepehmot, what happened next? Af esmu eruf. Af esmu eruf, blessed him. Af esmu eruf, comma, and then af er agiyazen emmuf, sanctified it.
So here the arrangement of the verbs, one after the other, but started with إطاف. شبه لما شكر أو عندما شكر أو من غير ما نقول حاجة في الترجمة العربي، شكر وبارك وقدس. ما أعتقدش بيقول حين شكر، إنما ده المعنى، أو عندما شكر ده المعنى اللي مفهوم. في أي أسئلة لحد دلوقتي؟ طيب تصوني دميانا، تفضل. سؤال سؤال تماتي is it also بمعنى أحباء أو يعني dear أو تماتي or not؟ لا، هي جنبها من راتي، هي شبهها من من راتي. راتي، من راتي، فشبه تماتي. اوكي اوكي، بلاجر. اوكي، رايت. مين اللي كنت اتفقنا هنا يقراها لنا دي؟ أقدمي أنا أرقى. إيطان تاسو إيبول خين أيوة. تي إكليسية أن همسي هو أن ووم ما ناس مشو تقوش اوهم فصريها او فول ايفول تحليها، تحلليها مثلا يعني. طب مش بالترتيب يعني، طبعا تي كليسية الكنيسة، ف يعني ناخدها من النص كده. طيب اوكي، ايطان طيب تاسول هي نساعدك فيها. طيب هي تص تصدو الثيتا ورا السين او الشين تبقى ت، تصدو تصدو يعني ريتيرن، يرجع. ده فيرب ريتيرن. فايطان دي على مين؟ إحنا على احنا في الماضي التام الثاني اللي هو سكند past perfect tense. إيطان إحنا، لما إحنا رجعنا. إيطان تصتو رايت منين؟ خنتي إكليسية ما كيف أوكي، هي إيفول خين عادة بيجوا لازقين في بعض أو سيبريت، يعني إيفول خين يعني من فروم، فبنقول إيطان تصتو لما رجعنا، عندما عدنا بالعربي الفصيح when we returned. ايفولخين تي اكليسيه، في ناس بيقولوها اكليسيه، انا ما عنديش مشكله باي نوت تحبوه. سنت ايفولخين تي اكليسيه، حصل ايه بقى؟ كملها دميانا. همسي يعني قعدنا، بس الآ ماضي وآن اللي هو نحن، أيوة. فإحنا يبقى نحن خو. ايوه، ف جلسنا و آن هو وو ايوه الآ الماضي والإن الجمع نحن إحنا وووم ايوه ياكل. اوكي، ف تانتاس تو ايفول خنتي اكليسيه ان همسي هو ان هو. اوكي، سلوى معانا، تصوني سلوى. رايت، أستاذ مينا. مين عندنا ناقص؟ أستاذ رضا. طيب حد يتبرع؟ أستاذ ماجد عاوز نسأل سؤال. لما رجعت من الكنيسة عملت إيه؟ أستاذ ماجد معانا؟ عايز بقول لما بكلم واحد راجل، عشان أسهل المسألة، بكلم واحد راجل، لما أنت رجعت، بس الجزء ده من السؤال، لما رجعت، لما أنت رجعت. إيطاك، يس. أيوه.
أيوة، ماذا فعل؟ إرهاب، ماشي، أو إرهاب، بس إرهاب يعني فيها أكتر يشتغل عندنا، إنما دو يعني يعمل بصيغة عامة، عندنا فرب إيه؟ إري. Exactly, thank you. Yes. اتقطستو، ده أنا بكلم بقى واحد، اتقطستو لما اتقطستو ايبول خنتي اكليسية من الكنيسة، اك ده بقى الماضي البسيط، اك ايري، عاوز تقول ايري او ماشي الحال، عاوز تقول ايري ان او تفضل، عشان ايري فعل كامل. او خوتي او وين، يس يس، ايفولخين من، ايوه اك ايري ان او او اك ايري او. الفعل الكامل هو في الانفينيتيف عادة بياخد علامة مفعول به، اقيري ان او، انت عملت ايه، فهيقول، عاوز يقول بقى، هيرد يقول انا جلست واكلت، I sat and ate. انشبه متمشو، well done، ميو، اكسل، طيب. لو تاخدها بقى كجملة سيبريت من فعلين، يبقى تيجي تقول ايتاي همسي اوو اي اووم كماشي، إنما عادة يعني لو في فعلين أو ثلاثة أو أكثر، الأولاني هو اللي يبتدي بإيتاي، يعني مثلا ما تقدرش تقول أي تاستو أو إيتاي همسي، ممكن تقول أي تاستو، بس أنت بتقول لي كجملة خبرية أي همسي، سوري أي تاستو أو إيتاي همسي أي أو، ممكن الكوبتيك فليكسيبل يعني ممكن تبين، انما ايطاي عادة ايطاي ايطاي، بس هقول لك انا ايطاي تاستو ايفول خين كيمي، لما انا رجعت من مصر اي ارهيتس، بديت وسمعت ارهيتس حبيتوها من كلمات التاسوني بيرت قالتها لكم كتير، اي ارهيتس انت اوش، ان انا قاعد اقرا نقوش الدروس او اي كان، فايطاي كذا حصل كذا، فايت از ات از نايس يوز. وبعدين البيس وان ممدوح، تقول لنا الجملة دي بعد كده، جميل مي مدحت في ممدوح مش عارف. لا ما فيش، انا كاتب ممدوح مثلا عشان لو نسيت الواحده that's okay. لا تسخي انجي مريم اشي بي اتش كلوم بي اتش لوغ و اس هور انا سي ماشو رايت. هنا بنتكلم، احنا بنتكلم على مين؟ بنصاجي خانيم، على تكلم على فيميل مين؟ مريم الفيميل اللي هي ماري. اوكي طيب it نبتدي بقى الجملة. task goes with 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 she and she ايوه got tired in J Mariam ايوه as she means went
اس شيخ ايوه تبقى اس بي اتش لوج must be the bed لا مثلا bed و اس هور هو أصغر هور slept slept. Thank you. يبقى هنا بدينا بقى وين زي ما تقول وين مريم، وطبعا again we started the sentence with we the have verb. yeah, so we say in J Maya. يبقى لازم تحط ان جي عشان خاطر بدينا بالفيرب. ممكن طبعا نقول مريم ايتها سخيسي، يبقى مش محتاجين ان جي. لو بدينا بالاسم نفسه او بالفعل مريم ايتها سخيسي، وممكن نقولها هاوي او ايتها سخيسي ان جي مريم. لو فضلت ابتدي بالفعل تسخيسي ان جي مريم مالها اس شي شي وانت شي ساد اي بي اتش لوج في اتش لوج السرير هو أسهر ونامت. احنا يعني عادة بنستخدم انكوت، بس ازاي يمكن زي ما ذكرت قبل كده انكوت بتعني ركض برضه تو لاي داون، وانكوت بتتقال ميتافوريكالي انكوت يعني بمعنى ركض في الرب يعني توفى او تنيح او مات. هرب مور سبيسيفيك للنوم، وفي للنعاس، وفي في كذا كلمة للنوم، بس يعني خلينا في حاجة واحدة زي هور وانكت. لو حبيت اص انكت ماشي، هنفهم انك انت قصدك النوم او ممكن الرقاد. يعني عاوز اقول واحد يقول لي انا سوري اتفضل. بس مثلا على شيء وموشي، هل موشي يعني go for a walk، walk وشيء Right. وين yeah. Okay. Thank you. شيء أكيد بمعنى ذهب، يعني ده المعنى الغالب في overlap هنا، إنما شيء بمعنى ذهب. يعني حتى لما تقول أفشيناف إبسو يعني في أو يعني ذهب إلى أعلى يعني صعب، أفشي إبسي نزل إلى الجحيم، شيء ذهب إلى. موشي بتيجي بمعنى ووك، وبتيجي برضو زي ما بنقولها في العربي يمشي يعني to go to leave، إنما هي أكتر يعني ماشي بتستخدم أكتر بمعنى المشي أو walk away يعني. أوكي، إنما شيء more specific. وعادة شيء بيجي شيناف، شيناك لها تصريفة خاصة the special verb، إنما شيء بتعني الذهاب زي ما ماشي. الفعل في البيرفكت سكند بيرفكت تنس اللي بندرسه اللي هو ايطاي ايطاك ايطاف، عادة بيتنفى بواسطة آن. فمثلا تي موشي، سوري ايطاي موشي لما مشيت، هقول ايطاي موشي آن لما ما مشيتش. لما قلنا إيطاس قيسي إن جي مريم، قول إيطاس قيسي آن لما ما تعبتش. إيطان طاستو لما رجعنا، هنقول إيطان طاستو آن لما ما رجعناش حصل إيه. ف أنا عادة هي إنما في طريقة تانية. المشكلة في الدروس دي لما جهزتها ما كانتش للناس المتقدمين قوي، إنما للمتقدمين نسبيا. ففي تفاصيل كتيرة إحنا في زي عملت الحديث مع فيرت، يعني في طريقة سهلة للكلام، الناس ما بتقعدش تطبق الجرامر أو التحليل ده كده. فلو حبينا نذكر كل حاجة والاستثناءات هنبص نلاقي الأمور صعبة جدا. لو سهلنا وأميت الحاجات هتبقى برضو بالنسبة للمتقدم قوي، طب في حاجة جت بالشكل ده إيه؟ بقدر الاستطاعة بنحاول نعرج بين الفرقتين يعني. رأي.
فخان اللي في الغالب في طريقة للنفي. الحاجة التانية الملحوظة اللي هي فاكرين موضوع ما قبل الفاعل أو أمام الاسم أو البري سبجكت، فاكرينها كويس؟ Yes, sir. جود. فعندنا البري سبجكت بتاع الزمن ده إيطا، فنبص فاكرين المثل تاني اللي بنقول لما مريم تعب، فلها 3 طرق. أول طريقة مريم إيطاس خيسي، الطريقة التانية اللي هي نحطها بالفعل الأول ونستخدم إن جي اللي هي إيطاس خيسي إن جي مريم. الطريقة الثالثة إن كل زمن له ما يسمى ما قبل الفاعل بري سبجكت، يعني مين الفاعل في الجملة دي؟ مريم هي اللي تعبت، فبدل ما أقول إيطاس خيسي إن جي مريم أو مريم إيطاس خيسي بحط إيطا اللي هي specifically used for the subject, comes before the subject Maryam. It specific for الزمن الماضي التام الثاني اللي هو second past tense, second perfect past tense. It like if you remember in the Alleluia, إيطا إبتشويس ساميوف، إيطا إبتشويس الذي صنعه الرب إيطا. فهنا إيطا مريم خيسي، ممكن نقول إيطا سامي خيسي، ممكن نقول إيطا سامي مريم خيسي. في كل هذه الظروف إيطا تدل على إن الزمن الفعل اللي جاي هيكون في الماضي التام الثاني، second perfect tense in the past. وفي الحالة دي بقى خيسي we don't have to conjugate it. إيطا مريم خيسي نفس المعنى لما مريم تعبت. أص شي إبي إتش لوج راحت للسرير هو أص خور. ماشي الحال كده؟ No. فكرت ماشي؟ No, sorry. طيب اوكي خليني بس اجيب لكم الحاجه اللي هي المشهوره Okay. في القياس. انا ماشي. عاوز اقول ايثوس ايثوس بن شويس بن شويس ايثوس، ونشيل ايثوس شويه بن شويس بن شويس غير بس بنسمع في الصوم بن شويس ايسوس بخريستوس. ماله مش هنحط دي ارنست ستيفن او اير ناس ستيفن صام بن شويس ايسوس بخريستوس تدل على ان الفعل اللي جاي اللي هو ارنست ستيفن يصوم جاي في الماضي البسيط أو الماضي الأول التام. هابن شويس إرنست ستيفن هي أصلها إيه؟ أصلها بن شويس طب أنا عاوزها بنفس الفونت. أصلها بن شويس بن شويس بن شويس يسوس ماله اف ارنست ستيفن. يبقى هو دي تصرفتنا في الماضي البسيط اف ارنست ستيفن. يبقى لو حبينا احط الفيرب بالطريقه العاديه
بنقول بن شويس، ادي جملة اسمية، بدينا اور لورد، وبعد كده اف هو في الماضي ارنستيف. ممكن نقولها بقى كجملة فعلية، نبتدي اف ارنستيفن اف اير ستيفن. مين الاف ارنستيفن؟ نقول ان جي تشويس. يبقى عندنا هنا عندنا ثلاث طرق. الجملة العادية هنقول بن شويس اور لورد فاستد، واستخدمنا تصريفة اف اي ان ذا باست اف ارنستيف. ممكن ابتدي بالجملة باف بالفعل، يبقى اخذت انا اف ارنستيفن حطيتها في الاول، يبقى اف ارنستيفن ان جي تشويس. دي طريقة تانية. الطريقة الثالثة هي دي اللي هي بنسمعها في الصلاة، لحن يسوع المسيح صام عنا 40 يوم 40 ليلة. بنبص نلاقي يبتدي بن شويس، ايه دي تدل على ان الفعل اللي جاي ده في الماضي البسيط هو صام. وبعد كده بحط انا الاسم هو بن شويس، وبحط الفعل بقى من غير بحط تصريفة اف او اف. ده في الغالب طبعا في استثناءات عشان ما حدش يراجعني، انما اف تدل على الماضي البسيط. في حالة مريم عندنا الماضي اللي هو التام الثاني اللي هو ايطاي ايطاق ايطاف الى اخره، بياخد العلامة بتاعته اللي بسميها بري سبجكت او بري ناون، بتيجي قبل الاسم، الاسم الفاعل هو مريم. ايطا بتاعت هي في الماضي التام الثاني بيجي فيرست، وبعد كده بتيجي مريم خسي، ومش محتاج اقول مريم اس خسي لان خلاص حطينا ايطا، فخسي بالفعل مش محتاج انه يتصرف تاني. قربت المعلومة ولا شوية فيها دربكة؟ دي أحد صعوبات القط. Can I ask you a question about the three Yes. examples? Okay, so one of Ernestaven and Jacob Choice, Pin أيوة. Choice of Ernestaven, and أيوة. then Pin Choice, the third one maybe Pin Choice, يوسف ده فرستوس. at Ernestaven, no. لا مش ده اولا ده ماضي بسيط، يعني ماضي تام بسيط، هي فاستد خلاص So, ده يعني open choice of Ernest Steven. هي اب ان شويس ارنست ستيفن. لو حبيت اقول اف ارنست ستيفن مش محتاج الاه، وي دونت نيد ذا اه، Oh, okay. Okay. يبقى بن شويس يبقى يتصرف عادي بن شويس اوف ارنست ستيفن. ده الطبيعي نورمال او السيمبل، بن شويس اور لورد فاستد زي الانجليزي، Pin ربنا choice يسوع of المسيح Ernest Steven. Mm-hmm. صام صام، ذاتس ات اوف. هي برضو لو حبيت بقى ابقى كده يعني لينجويستيك واخر تمام، فببتدي بآ وبعدين مش محتاج اصرف الفيرب خلاص. up and choice ernest seven I know from the beginning that a means that this verb is in the simple past or the first perfect past. What if you put it up in choice and in statement? Sometimes it comes but this is not the rule. The rule is once you use the a which is the sign for the for this tense or the marker for Second. this tense, So then that's the verb second itself. present second past tense is the ah, is that? No, a is the first past tense. So the simple, And the second. what we call a simple, like he ate, he drank, he went home, like an action done with.
First pass, simple. But the second past which you are taking, the second perfect past, it means when, or implies that we are talking about a verb came in the past first before the following verbs. Okay. Trying my best. No, your best is good. I'm learning, so. Yeah, okay. Because the thing is, when you translate the verbs in different tenses from one language to the other, then sometimes they don't match. Or yeah. You cannot exactly, you know, there is no such thing in English unless you are using when, or in Arabic, mata or indama. But sometimes it comes like this without any equivalent in other languages. Thank you. Right. So for the time being, احنا, sorry, okay, go on. No, no, ashor or as or ye ashor. Ashor. What about ashor? This? No, ashor. أسهر sleep أو ناس ولا أسهر يعني في أسهر I don't know of her في اللي في الآخر مش لاقيها في القاموس مش لاقي هرب موجودة في القاموس نسأل أختنا فيرت تصوني فيرت إيه Do we have a verb hor? خلمقول هي تبل. بالبي برضو. هرب. خلبي. بس في هرب يعني تسليم برضو. سي. ام بي صوت ما هور ما بتس ان ات بي. اوكي. Right, we look at it, but maybe Saad detected more than one meaning for a verb, but don't get confused. يعني أنا بدي مثل كلمة ممكن تعني تشييد, the construction of thing, and the same word بتعني the opposite. نوع من الكونستراكشن. هور يعني دوغ غلطان هور يعني دوغ اي افتكر هور 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 ولا هور 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 اللي هي بتيجي في البصخة مثل او ابسلون هوري او رو هور از دوغ هور يس هور سوري ثانك يو اللي هي جايه منها الى هور جات هور هور وافتكر دي اصلها ليبي من ذئب ولا حاجه يعني في كلمات بتتحور و come from one language to the other but right okay we see you if it shows you in yours يعني that's nearly what yeah one thing one third notice is very important and will sometimes you can get this kind of sentence حد ما تكلمش خالص استاذ عماد yes pirumi et afkot in pe pe mark thank you شباب حللها لنا بقى analyze it pirumi The man, et of quote, who, or when he built? Does it make sense? Piram, who built? When he had built? Okay. Or who, the one who was he who built? Im he of The he house pay was Mark.
Okay, thank you. Thank you for the confusion, because that's what I wanted to point at. When you look at etaf kut, we know etah, etah, etaf, etas, you know, this verb of huwam. But this has nothing to do with this at all. It here is a relative pronoun, for who, or whom, right. Or whose, or who. فبقول بيرومي ايت اف كوت the man who built who so is the when one you look who... at it as اتاف then you think of the second perfect past اللي بتتكلم عليه that we are talking about but here we are talking about something else completely it means who or whom or which بسميه relative pronoun ضمير موصول او اسم موصول عربي فبقول the man who built البيت who built the house is Mark I'm just explaining something about somebody that who built but relative pronouns because it uses it وساعات اتي وغيره فات هنا nothing to do with the what we have been studying مثلا بي بيجن في التفاحة ايت تي اووم اللي انا باكلها مثلا ناناس ان ولا وحشة ولا غير ايت الذي فخلي بالكو ايت وايتي وغيره nothing to do with the past perfect طب دكتور بليز Sorry. Just I have a question, please. تفضل. Yeah. في فرق بين A وإت وإت لأن هو في الكتب بنلاقي use this or this or this بس مش أنا مش لاقي أو أنا مش ما أعرفش الفرق بين الفرق في الاستخدام يعني. Thank you. It for sure the it بيجي joining the verb. It saging يعني بدأ بيرومي it saging يبقى تتكتب مش عارفش تتكتب تيجي connected to the verb بيرومي اتساجي بي باسون اخويا مثلا او اتي تبقى تبرد بقى اتي بقى ما تبقاش joining the verb بيرومي اتي بفرنسامي مثلا اللي اتي بفرنسامي بيبا اشفير صديق فديك ايتي ايه عادة بتيجي يعني لها استخدامات خاصة يبقى ناخدها مع بعض في الموصول انما ايت تبقى ماسكة بالفيرب just remember that ايه برضو بتيجي لازقة بس لها استخدامات خاصة وايتي عادة مش عادة يعني كليات ما بتلزقش بالفيرب يعني ممكن نقول بيرومي اتي افكوت اتي ونسيب سبيس افكوت بنى البيت ماشي يعني كده الجزء ده الاخير ده افتكر احنا اخذناه اللي هي يعني معاه مي بتاعت الماضي اللي هي بتساوي المقابل بتاعها بي وتي وني از ار و ني بي اللي هي تدل على واز اوير يعني دي حاجة كنا أخذناها قبل كده فمثلا بقول ني انوك بي لو قلت انوك بي بس يعني it is me or it is I انوك بي لما احط ني يبقى ني انوك بي يبقى I am not sorry I was not لما نقول ني انثوس برضو بي لان بي دي مع ني عادة ني اللي هي for the past بتيجي معاها بي ورا سواء بقى كنا بنتكلم على pronoun for single masculine or single feminine or the plural.
for plural in thuo ne in thuo ne in thuo pe yoba hom kanu they were. I think that we mentioned this before, so we leave it now, forget about it. When il modi to do something with the imperfect past, I will past continuous. We leave this for the time being. طب يعني إما فريتي جيهان وأون أموتين ناس منكو asked وانا before يعني قبل ما تطلبوا عاوز نرتب حاجة مع فاسوني فيرت نشوف الرينج عشان خاطر نحاول يعني نسهل الأمور وناخد الكونفرسيشن لأن زي ما تقول اللغة الطبيعية يعني مهمة أول واحد لما بيعرف يعبر عن نفسه بيها بيبقى مبسوط في قصور كتير في كلمات ناقصة بالضرورة فبنحاول يعني في كلمات حتى اللي جابتها تصوني فيرت بعضها يعني مستخدم بناس وناس تانيين ما يعرفهاش بهذا المعنى أو يفهموها بمعنى تاني يعني حتى في نفس فعالة تصوني اللي هم أعرفونا من سنين طويلة في كلمات حتى في نفس العيلة بتستخدم بمعاني مختلفة فمحتاجة لإحياء اللغة إن إحنا to try to work out things حاجات ممكن بتتعمل وتتفهم في حاجات بتبقى صعبة شوية وطبعا بنتذكر إن كلاديوس بيلابيب هو كان الليدر أو البايونير في استخدام اللغة في مستوى العيلة واتنقلت بالضرورة لعائلة المرحوم بسنترز الله وقالت باسيلي المرحوم ف يعني we have got a big task وعاوزين يعني يطلع الجيل ان يعني اللغة لما يكون فيها حياة حتى عشان حتى للصلوات والقداس برضه هي كلغة يعني لازم تستخدم كلغة للتعبير على المعنى والكلمات اللي ما بنقدرش عليها بنحاول نشوف لها مقابل قدر الاستطاعة ف يعني في نصاج تفضل Can I ask about Abuna Bigol? ماهر اتفضل Do you know Abuna Bigol? ما هو والد تصوني فيرت وصديق حبيب روحي يعني And I thought it might be the relation, yes, right. لا هو من عائلتين يعني ميزد فيرت واخواتها ابونا موريس واخوه رانو ان هم التزاوج بين عائله باسيلي وعائله رزق الله عائله رزق الله كانت في هاتاس الله نفسها اللي هي والدة فيرت وعائله باسيلي اللي فيها ابونا بيقول الله يريح نفسه فهم واخدين من عائلتين فبالضروره يعني مكانتهم في اللغه كبيره يعني طبعا انا شفت ابونا بيقول من years ago كان عمل لنا ده كان في انجلترا ولا فين؟ في انجلترا احنا يعني كده قبل كده زمان قوي كان في كنيسة وعبر ارض الجولف اي بالظبط بس انا ما عصرتوش بقى فتره ارض الجولف انما هو كان اساسا باسكندريه واخواته برضو امبا ديمتريوس و امبا ديمتريوس وفيكتور الله يحفظه يعني في وفيري اتشي قصص طويله يعني ايوه على الاقل معانا تصوني ربنا يخليها ويخليها انتاش اوكي قلت رايت يعني تنت شلون تنرتب حاجه معها ونشوف ايه اللي ونبلغكم بيه ونقول لكم شبه ما تمشوا يعني ما ريف نوتيس كون في صلواتكم دايما شبه ما تمشوا ومن هدي ومن هدي لخين اوتي ماتين مراش اريح اريح